قلب شو بدك يا جوجو؟ شو عم تعمل؟ عم بيع. شو عم تبيع؟ عم بيع صبار. كاكارية عم ببيع صبار؟ خير؟ ليه؟ مع انه انتو ناس اكابر يا كاكارية، وبيك بيشتغل بالخليج، وامك كل يوم بتاكل هبرة. شو هذا المبدا؟ بدي احضر مباريات كأس العالم، بدي ياخد مني الزلمة 300 دولار وانا ما معي الا 100 دولار. تشتري مني صبار؟ بدك تبيعني صبار يا ابن الستين صبايرة والصبار مطل الحي؟ طب بدي احضر مباريات كأس العالم. وسختك بإجري. طب بدي اعمل؟ حكيني قلي، تعال عندي، عندي الحل. كرية هات 100 دولار وانا بحضرك كل مباريات كأس العالم. عجاد؟ اه. وبقدر اشوفه لميسي؟ ولك بدي ديك اخته لميسي اذا ما بيخليه يشوفك. يلا مشي معي. شو بنعمل بالصبايرات؟ كرية صح بلاستيك بس بتجرح. يلا وين؟ وصلنا وصلنا. قبل 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 سلمني نضيف اسلمك نضيف. هات ال 100 دولار. مية. طب وين؟ يسلم. يلا نبطح مع الشباب. شو هول؟ بني قلبين مثلك مثلهم يا اخي. هول الشباب معطرين، ما معهم يدفعوا 300 دولار كمان مثلك لتبع الريسيفر والستلايت. والشاب هون اللي بوجهك عنده كفه منزل شاشه كذا انش وعم يعرض عليها المتوشه. ما انا اخترعت طريقه كتير ذكيه، استاجرت موقف سياره ب 2000 ليره كل النهار وبطح فيها الخمس ست شباب. يلا كرية بطح. ما نام محل الاشكمون، محل الاشكمون. يلا نزل. طب ليه هيك بدنا نعمل لنحضر كاس العالم؟ يا اخي شو خصني انا؟ كل الحق على المسؤولين. طب ليه المسؤولين هيك؟ لانه كل المسؤولين ملايين. خلوني عدها المصريات. 100 200 300 400 500 600 دولار 600 دولار 600 دولار 600 دولار 600 دولار 600 دولار 300 400 500 دولار. يا سلام على المصاري. شو صار؟ شو صار؟ أقروا قانون صار فينا نحضر كأس العالم ببلاش. شو؟ بلاش؟ وسختك بيجري يا كاكارية. ليش ما تفيقنا؟ كنت عم بسترزق بالمنام. شفتي ما أحسنهم المسؤولين معنا؟